الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كاين واحد التوضيح بغيت نقوله. كاين بعض من الإخوة في تليلات يقولوا لي علاش تهضر علينا بزاف في تليلات، ياك كأني أنا راني حاني نكره تليلات. لا يا عباد الله، تليلات فيها خوتنا، فيها ابن عمنا، فيها فاميلتنا، فيها أصدقائنا، فيها أهل تاعنا، كلها تسكن في تليلات. احنا هدرنا على أولاد راس العين اللي عندهم 60 70 80 سنة وجدودهم زايدين تما ويسكنوا تما، لك على قلنا جبتوهم لتليلات. وهادو الناس اللي أنا نتكلم عليهم ما هوش فوضويين يا عباد الله، ما هوش بن فوضوي، هادو كانوا يخلصوا الكلام بكري. هادو لازم الكلمة هذه تديروا تحتها السطور، سطروا تحتها. هادو كانوا يخلصوا كرا بكري، كانوا يخلصوا كرا من وقت اسبانيول، واليوم جبتوهم قصوهم خارج وهران. هذا الشيء اللي تكلمنا عليه حنايا. وواحد اللي عنده شهرين ثلاثة تديه لوهران البلقايد، هذا الشيء تكلمنا عليه احنا، ما تكلمناش على حاجة أخرى. أما تليلات اللي يحبها تما لك، الله إن شاء الله ربي يغنيه تما لك ويقوي عليه الخير على خير يا رب العالمين. اليوم انا وحبيبي بلاود مشينا ضربنا دوره في تليلات. الحقيقه ما كنتش ماشي لتليلات، انا مشيت لازون انديستريال عندي واحد الصديق تمالك. كي وصلنا انت تليلات لازون، نعم كي وصلنا تمالك قلنا نكملوا تليلات. دخلنا لتليلات بنشوفوا ايش هم الباطيمات اللي باقيين خاويين لما هدروا عليهم. لقينا كاري فيه 4 أو 5 تاع لي بلوك، لقينا واحدين ينزلوا في القش تاعهم نتاع جويه، لقينا واحدين ينزلوا في القش تاعهم جويه تاع المرسق اللي جابوه تمالك. وهذا البلوك تمالك تما قالوا لي باغي يجيبوا حوش الراكديه مع الجوارين تاعهم، قال لي هنا غادي يجيبوهم لان قال لي داو الليفريات تاعهم والله اعلم. وداك البلوك اللي هدرنا عليه خطرا في الفيسبوك في الورقه نتاعنا، اللي الخبر هذاك الباطمه اللي مطرقه من تحت مساس، والخبر تاعنا داوها جرائد وداروا به الضجه في 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 وهران. جات تماك السلطات المحليه معهم رئيس الدائره، جاوا وشافوا ديك الضربه وجاوا داروا له جابوا شويه قدر تاع بيتون وداروا لها مكياج، يعني بلعوا هكذا. مع الاسف الشديد ما حوزوش على الضر اللي راه جاي، التطوار راه مهود، وهذاك البيتون اللي حتى البيتون اللي داوه بدا عاود فني كذلك بدا يطرطق. الله يسر السكان اللي في هذا البلوك ان شاء الله. باغي ندخلوا للتليلات القديمة، لا نلقوا الجماعة القديمة إن شاء الله. شوفوا وين جاية هذه الخرجة تاع التليلات اللي هم يبنوا فيهم، اللي هم يضربوا قريب في الخرجة كاع شوية بعاد على حي النور هذا. Thank you.
مشينا نشوفوا السكاني هذو اللي قالوا غيموجدوا في مصحبات العين التوالى اللي جايين في الخارج هكا هم زينا يضربوا قريب الزغلول الله يحسن عون اللي بغي يجيبوهم هنايا كاين بعد من الجماعة بقينا نتكلموا على التليلات احنا ماناش نكرهوا التليلات يا عباد الله فهمونا مليح احنا تليلات اخوتنا اصدقائنا احبابنا بني عمنا فاميلتنا يسكنوا في تليلات احنا قلنا لهم علاش اولاد راس العين اللي عنده 60 70 80 سنة يسكن في راس العين كبر تما زايد تما ولاده تما جدوده تما تجيبه خارج وهران هالشيء تكلمنا عليه وواحد اخرين اللي عندهم شهرين ثلاثة تجيبهم لوهران تبدل جنس بجنس اخر هذا هو الشيء اللي تكلمنا عليه فقط اما اللي حاب في تليلات الله يقوي لهم الخير ان شاء الله هادو هما الباطيمات اللي راهم في الخرجة تاع التليلات اللي قلت لكم عليهم الحق ماشي بعد على زغلول بزاف وخرجة تاع التليلات بواحد 3 او 4 كيلومتر اللي جي هنا ابار الترونسبور اللي غادي يغبنها شوية وهادو هما مازال ما كملوش فما يكملوا فيهم الله يحسن عون اللي جي هنايا يعني.